معنا مشاهدينا من العاصمة الأردنية عمان باسل حسين نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. سيد باسل مساء الخير، أهلا بك معنا. ليس بالخافي أن إيران تدعم مرشحين وأحزاب في العراق، هل من مؤشرات حتى الساعة على زيادة النفوذ الإيراني في مجلس النواب؟ مساء الخير. بدا احنا نقول انه النفوذ الايراني هو ماثل في العراق بقوه. الاستراتيجيه الايرانيه الان القادمه هو زياده حجم هذا النفوذ عبر ترشيح مرشحين او كتله تكون خاضعه تماما لولايه الفقيه، وخاصه بالنسبه لمرشحي الفتح. احنا نعلم ان معظم مرشحي الفتح هم من ميليشيات الحشد، واغلبهم يعودون بالولاء حتى مرجعيا، ليس الى مرجعيه النجف وانما الى ولايه الفقيه. ومعنى ذلك ان الولاء سوف لن يكون حتى عقائديا لن يكون للعراق وانما لايران. النفوذ الايراني حقيقه ياخذ ادوات متعدده، وانا دائما اقول ينبغي ان نفرق بين ايران الثوره وايران الدوله. ايران الثوره هي التي تتعامل مع العرب، سواء العراق، اليمن، سوريا، كل المنطقه العربيه، لكن مع الدول الغربيه هي تتعامل مع ايران الدوله اللي تعقد صفقات واتفاق نووي والى اخره، واللي يطلع بالوجه المرن. لكن مع العراق هنالك قاسم سليماني وليس وزير خارجيه ضريب. بالتالي احنا يعني الان صحيح نتائج يعني لم تظهر بعد، لكن بالتاكيد ان ايران يعني انا متاكد ان هنالك منذ الاحتلال العراقي الى الان اي رئيس وزراء لابد ان يكون يمر عبر بوابه طهران، بمعنى ان صاحب القرار الاساسي الى درجه ما هي ايران في اختيار رئيس وزراء حتى بعيدا عن نتيجه الانتخابات. نتذكر في 2010 حينما فاز الدكتور اياد علاوي بالانتخابات، ايران منعت انه يعني ترأس اياد علاوي لرئاسه الوزراء، وضعت عليه فيتو، بمعنى انه يعني صحيح نتائج انتخابات ربما عراقيا، لكن القرار بالنتيجه الاخيره يعني ستكون احد ابوابه ايران. هناك ثلاثه اطراف اساسيه، ايران، النجف، الولايات المتحده الامريكيه هي التي من تقرر رئيس وزراء بعيدا حقيقه عن نتيجه الانتخابات، وهذا حدث في اكثر من مناسبه حتى في المناسبه الاخيره عام 2014. سيد باسل، اذا هنا الى اي حد يمكن ان تستفيد ايران في حال زادت من تواجدها الايراني في الحكومه المقبله، سواء كانت ايران الثوره ام ايران الدوله كما اسميتها حضرتك؟ احنا ما عندنا اشكاليه مع ايران الدوله حقيقه، اشكاليتنا مع ايران الثوره حقيقه اللي هي التعامل مع العراق عبر تصدير الثوره، وهذا ما عانى منه كل العرب، يعني ليس فقط العراق، وفكره تصدير الثوره لا توجد عقلانيه. بالتالي هي ايضا تريد ان في المرحله القادمه هي ربما مرحله صدام مع الاداره الامريكيه، وبالتالي هذه مرحله الصدام مع الاداره الامريكيه تقتضي ان تكون العراق سيكون احد ساحات الصدام، بمعنى ان العراق سيدفع ثمن هذا الصراع في داخل الاداره مع الولايات المتحده الامريكيه. وبالتاكيد هي تريد يعني ان تصل اكبر قدر من المناصرين لديها حتى تنفذ ارادتها في الارض العراقيه، وتستخدمها اداه للصراع مع الولايات المتحده الامريكيه، خاصه مع وجود 5000 جندي امريكي مع اكبر سفاره الى اخره. هي تحاول بالتاكيد تكون احد يعني ادوات الصراع، تكون العراق ملعب او حديقه او مكب نفايات للسياسه الخارجيه. نعم، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركه. حدثنا من العاصمه الاردنيه عمان باسل حسين نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه.